أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن. في ظل التوتر مع الولايات المتحدة، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني للمرة الأولى، هدد أوروبا بإمكانية تعرض جنودها المنتشرين في الشرق الأوسط للخطر. كما قال روحاني خلال اجتماع حكومي أن القوات الأمريكية ليست في أمان بالمنطقة. نتطلع إلى تعويض كبير، وهو أن تسعى شعوب المنطقة إلى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، مثل ما سعى البرلمان العراقي في هذا السياق، وكما تسعى إليه شعوب المنطقة الأخرى. ومن الممكن أن لا يكون الهدف قصير الأمد، ولكن علينا متابعته. من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أي مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة. وخلال مؤتمر القيادة العالمي المنعقد حاليا في نيودلهي، قال ظريف إن مستقبل الاتفاق النووي يتوقف على أوروبا. كان لدينا صفقة مع أمريكا وكسرتها الولايات المتحدة، وفي حال عقدنا صفقة ترامب فكم من الوقت ستستمر؟ 10 أشهر أخرى؟ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية كان من بين أفضل الصفقات. سنرد على رسالة الدول الأوروبية الثلاثة بشأن الاتفاق النووي قريبا. هذا ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقطع فيديو جديد يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين قبل أن تتحطم فوق العاصمة الإيرانية طهران. ويحل الفيديو الجديد اللغز حول توقف جهاز إرسال الإشارات في الطائرة لثوان قبل أن يصيبها صاروخ ثان. وحسب الصحيفة، تم إطلاق الصاروخين من قاعدة عسكرية إيرانية تبعد عن الطائرة 10 كيلومترات، حيث أصاب الصاروخ الأول جهاز الإرسال في الطائرة قبل أن ينطلق الصاروخ الثاني ويتسبب في تفجير الطائرة. وينضم إلينا مشاهدينا ياسر مسعود معنا من طهران. ياسر، أهلا بك. أهلا بك عفوا ياسر. وأيضا موفدنا إلى كييف صابر أيوب ينضم أيضا إلينا. أبدأ معك ياسر، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، سياق هذه التصريحات، التهديدات الأوروبية طبعا لأول مرة والتي ظهر فيها انفعاليا نوعا ما، هذا من جانب. بالتزامن مع هذه الكلمة كان هناك كلمة أيضا لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، أبرز ما جاء فيها أيضا. نعم أحمد، يبدو واضحا من أن الموقف الإيراني تحديدا فيما يتعلق ب يمكن القول حسب كما يقال هنا بأنها خطوة تصعيد أوروبية إزاء طهران فيما يتعلق بالاتفاق النووي، الموقف الإيراني بدا واضحا وتحديدا على لسان الحكومة الإيرانية، وهي الراعية لهذا الاتفاق النووي وهي من سعت إليه، وبالتالي توصف هنا من قبل المعارضين بأنها هي من اتخذت اللهجة اللينة إزاء أوروبا حتى تم توقيع هذا الاتفاق. هذه اللهجة يبدو واضحا من وحتى أيضا من قبل وزير الخارجية الإيراني وهو ما يعرف بمهندس الاتفاق النووي، عندما يتخذون هذا القرار من ويمكن القول بأنه تهديد لأوروبا بأنه يعني هي نهاية الاتفاق النووي إذا ما صعدت أوروبا، على اعتبار أن الموقف الإيراني الآن يقول من أن كل الخطوات الخمسة التي اتخذت في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي هي جاءت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانب، وأيضا هذه الخطوات هي تأتي وفقا لبنود الاتفاق النووي وتحديدا البند 36. وعلى الجانب الآخر أيضا يعني يعولون، كانوا تحديدا الحكومة الإيرانية كانت تعول على موقف أوروبي ربما يجانب الموقف الأمريكي، ولكن في نهاية المطاف بدا واضحا حسب الرؤية الإيرانية بأن الموقف الأوروبي ملتزم بالسياسة الأمريكية الداعية إلى إنهاء هذا الاتفاق النووي وعقد اتفاق جديد. هذا ما ترفضه طهران، خاصة وأن الحديث يجري عن اتفاق أوسع وأشمل مما من البرنامج النووي الإيراني، إدخال البرنامج الصاروخي، وهذا ما قالته القيادة الإيرانية تحديدا من المرشد مرورا بالحكومة وصولا إلى العسكر، من أن البرنامج الصاروخي الإيراني يعتبر خط أحمر إيراني لا يمكن التفاوض بشأنه. أرجو أن تبقى معنا ياسر مسعود.